عبر أهالي الناصرية عن فرحتهم بزيارة باب الفاتيكان، وهي أول زيارة رسمية من رئاسة الفاتيكان إلى سهل أورا، حيث بيت إبراهيم الخليل، إذ يعد من أهم المقدسات للأديان عامة والمسيحية خاصة، فيما تستمر الزيارة لمدينة الناصرية ساعات معدودة، حيث تختتم الزيارة بقداس ديني في بيت النبي إبراهيم. نرحب كل الترحيب بزيارة باب الفاتيكان لعراقنا الحبيب، وأيضا بالتحديد لمحافظة ذي قار لإقامة القداس. هذه الزيارة هي زيارة تاريخية كبيرة يشهدها العراق، ونحن جميعا بسعداء بهذه الزيارة. ورغم ما يجري في محافظة ذي قار، رحب الشباب هنا بزيارة البابا داعين إلى استثمار الحدث لما بعد الزيارة لفائدة العراق، من حيث تبادل الزيارات ودخول المسيحيين لإحياء السياحة التي تعتبر من أهم موارد البلد المالية إذا ما اهتم بها المعنيون. إنها تعتبر رسالة سلام ونبذ العنف والطائفية، وكذلك تعتبر من ضمن المشاريع الاقتصادية بالنسبة للعراق وجنوب العراق، فإن حج البابا يشجع قوتنا المسيح في العالم كافة إلى القدوم إلى مدينة أور الأثرية لغرض الحج والسياحة. وندعو الحكومة العراقية إلى استثمار ما بعد الزيارة، لأنها تمثل مردودا سياحيا لهذه المنطقة، ويجب الاهتمام كما اهتمت الحكومة العراقية أو الحكومة المحلية بتحضيرات الزيارة، أن تكون هنالك اهتمام للمرافق السياحية من آثار وبالخصوص آثار أور الحضارية. لم تبقى إلا ساعة معدودة وتحط رحال البابا فرنسيس بسهل أور، ويتمنى الأهالي مع فرحتهم العامرة بهذه الزيارة بتبادل الزيارات بين روما ومدينة الناصرية. لقناة التغيير إيهاب الخفاجي، الناصرية.